بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر هذا الحديث العظيم الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمم عرضت عليه، يعني أري الأمم عليه الصلاة والسلام وأنبياءهم، يقول: فرأيت النبي ومعه الرهيط، يعني معه الرهط القليل، يعني ما بين 3 إلى 10، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، يعني أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا كلهم قد أطاعهم قومهم، بل بعضهم لم يطعه أحد من قومه، وبعضهم أطاعه الرهط، وبعضهم أطاعه الرجل والرجل. يقول: فرفع لي سواد، رفع لي سواد، يعني بشر كثير فيهم جهمة من كثرتهم، فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه، لأن موسى من أكثر الأنبياء أتباعا، بعث في بني إسرائيل وأنزل الله عليه التوراة التي هي أم الكتب الإسرائيلية. قال: ثم قيل لي: انظر، فنظرت إلى الأفق فإذا سواد عظيم، وفي لفظ: قد سد الأفق. فقيل: انظر إلى الأفق الثاني، فنظرت إليه فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا، لأنه منذ بعث إلى يوم القيامة والناس يتبعون صلوات الله وسلامه عليه، فكان أكثر الأنبياء تابعا، قد ملأ أتباعه ما بين الأفقين، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. مع هذه الأمة 70,000 لا يدخلون الجنة، لا يحاسبون ولا يعذبون، من الموقف إلى الجنة بدون حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا منهم. وقد ورد أن مع كل واحد من 70,000 70,000، إذن أضرب 70,000 في 70,000، يكون هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، يقول: من هم هؤلاء؟ من هؤلاء؟ قال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لعلهم الصحابة. وقال آخرون: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء، كل أتى بما يظن. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عما يخونون فيه، فأخبروه، فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا لفظ مسلم، وفيه لا يرقون، والمؤلف رحمه الله قال إنه متفق عليه، وكان ينبغي أن يبين أن هذا اللفظ لفظ مسلم فقط دون رواية البخاري، وذلك أن قوله لا يرقون كلمة غير صحيحة، لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن معنى لا يرقون يعني لا يقرؤون على المرضى، وهذا باطل، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرقى على المرضى. وأيضا القراءة على المرضى إحسان، فكيف يكون انتفاؤها سببا لدخول الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ فالمهم أن هذه اللفظة لفظة شاذة، خطأ، لا يجوز اعتمادها. والصواب: هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليه إذا أصابهم شيء، ولا يكتمون، لا يطلبون من أحد أن يكويهم إذا مرضوا، ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون، يعني يعتمدون على الله وحده.
فهذه أربع صفات: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الشاهد من هذه قوله وعلى ربهم يتوكلون، هذا هو المناسب لباب التوكل. إذن نقول إن قوله لا يرقون خطأ، بل إن الذي يقرأ على غيره محسن، وعمله هذا من أسباب كثرة الثواب لا من أسباب حرمان دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. لا يسترقون يعني لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم، لأنهم معتمدون على الله، ولأن الطلب فيه شيء من الذل، لأنه سؤال تسأل غيرك ربما تحرجه وهو لا يريد أن يقرأ، وربما إذا قرأ عليك لا يبرأ المرض فتتهمه وما أشبه ذلك. لهذا قال لا يسترقون. لا يكتوون يعني لا يطلبون من أحد أن يكويه، لأن الكيء عذاب بالنار لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة. ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون. والطيرة محرمة، لا يجوز لأحد أن يتطير، لا بطيور ولا بأيام ولا بشهور ولا بغيره. يتطير العرب فيما سبق بشهر شوال، يتطيرون به إذا تزوج الإنسان فيه، يقولون إن الإنسان إذا تزوج في شهر شوال لم يوفق. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول سبحان الله إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في شوال ودخل بها في شوال وكانت أحب نسائه إليه، كيف يقال إن اللي يتزوج في شوال ما يوفق؟ كانوا يتشائمون بيوم الأربعاء، يوم الأربعاء يوم كأيام الأسبوع ما في التشاؤم. كان بعضهم يتشاءم بالوجوه، إذا رأى وجها ينكره تشاءم، حتى إن بعضهم إذا فتح دكانه وصار أول من يأتيه رجل أعور ولا أعمى غلق دكانه، قال له ما فيه رزق ما دام هذا أول من جاء، ما فيه رزق. يتشاءمون والعياذ بالله. والتشاؤم كما أنه شرك أصغر فهو أيضا حسرة على الإنسان، يتألم من كل شيء يراه، لكن لو اعتمد على الله وترك هذه الخرافات لسلم ولا صار عيشه صافيا سعيدا. هذا الحديث العظيم فيه صفات من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب.